السمعة السياحية للمغرب تتحسن يوما بعد يوم. في هذا الإطار، لحد اللي مضى وصلت لمدينة أكادير هيكل ديال طائرتين مفككتين قادمتين من تركيا. علاش؟ الهدف هما تحويلهما إلى مطعم ومقهى في مبادرة غير مسبوقة في مدينة أكادير وربما في باقي أنحاء المغرب. طبعا تم نقل هاد جوج ديال الطائرات وهما تركيتين في إطار واحد شركة كبيرة اللي هي كتصنع هاد الأبنية المسبقة. علي سرغين هو صاحب هاد المقاولة، وسبق له يعني أسس مشاريع كثيرة ومقاولات كثيرة من هاد السياق في المغرب. سرغين قال في حديث أن الشركة بدأت بناء مركز سياحي في مدينة أكادير كيتضمن مطعم ومقهى وملهى مائي وتيليفيريك. التركيا هو على شكل طائرة، وهو في الأصل طائرتين تم شراؤهما بعد انتهاء مدة التحليق، وتم تحويلهما إلى واحدة إلى مطعم والثانية إلى مقهى وملهى ليلي. هذه الشركة السياحية التركية اللي نشطة في المغرب وعندها مجموعة ديال المقاولات أخرى، واللي نقلت الطائرتين مفككتين على مدى 20 يوما، وصلوا لأكادير وغادي يبدا هذا المشروع السياحي، وبدون شك غادي يساهم ويرفع المنسوب ديال الاقبال السياحي على المدن المغربيه الكبرى من بينها اكادير مراكش وفاس ومزيدا من التطور.